السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة عالم العلوم. اليوم راح نديرو ريفيزيون جينيرال على وجدنا كامل مقبل، بداية من الشابيتر الأول اللي هو لي فيكتور، من بعد سينيماتيك، من بعد ديناميك، ونكملوها بترافاي اي لينيرجي. دونك خيرت مجموعة من التمارين لامتحانات سابقة، شفت لي فيهم أفكار جديدة يعني متناولناهاش من قبل في التمارين، وجبتهم بنحلوهم مع بعض. دونك كيفاش راح يكون؟ التمرين الاول راح يكون على لي فيكتور، والتمرين الثاني راح يكون على السينيماتيك، اما التمرين الثالث راح يكون على الديناميك، والتمرين الاخير الرابع يكون على ترافاي اي لينيرجي. وهذا هما التمارين اللي عندنا، لي فيكتور هذا، وهذه على السينيماتيك، التمرين الثالث ديناميك، اما التمرين الرابع سيكون على الترافاي إلينيرج. دونك راح نبداو مع التمرين الأول فيما يخص لي فيكتور. بون جماعة اللي ماهيش قارية لي فيكتور متبقاش تقول لي علاش اسكو نشوف التمرين هذا ولا تحب تشوف الفيديو شوفو، تحب متشوفوش جوز التمرين الثاني. هكذا يا جماعة، اللي مقراش شابيتر تاع لي فيكتور في الجامعة تاعهم يجوز التمرين الثاني. دونك راح نبداو مع التمرين هذا. واش يقول؟ قالك دون ليسباس موني دان روبير اورثونومي، قالك في الاو اي وجي والكا، كونسيدير دو بوين اللي هما بي 0 بي 1 دون لي فيكتور او بي 0 اي او بي 1 سون دوني بار، مدنا او بي 0 اللي هما 3 اي بلس 2 جي بلس 2K. أما الـ OP1 هو عنده 1I بلس 1G بلس 1K. السؤال الأول قلنا كالكولي لي مودي دي فيكتور OP0 و OP1 نوتي باغ، هادو هما لو مودي تاع OP0 و OP1. نبداو، واش كنا نقولو من قبل؟ السؤال الأول لو مودي تاع OP0 شن كنا لا غاسين دو هادو نربعو، دونك 3 او كاري بلس 2 او كاري بلس 2 او كاري. هكذا جماعة تسمى تعتمد لنا لا غاسين 9 4 4 تسمى لا غاسين دو 17 لي ايكال 4.123. هذا بالنسبة لـ OP E OP 0. دونك نروحو لـ OP 1 كيف كيف نفس الشيء، تسمى 1 مربع بلس 1 مربع بلس مربع. دونك راح تمد لنا غاسين دو 3 اللي هي 1.73. هذا واش كاين جماعة بالنسبة للسؤال الأول؟ هذا السؤال الأول خلاص. دونك نروحو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قالك كالكولي لو برودوي سكالير او بي 0 اي او بي اي او بي 1. دونك راح نكتبو او بي 0 هنا، نديرو سكالير مع او بي 1 ونشوفو النتيجة واش حتخرج لنا. دونك حنا نقولهم كيما كان كيما راهم، 3 2 2. جماعة هادو كاع شفناهم من قبل كيفاش نفتحو. دونك حنضربو هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي. دونك 3 فوا 1 بلس 2 فوا 1 بلس 2 فوا 1. دونك حتمد لنا 3 2 2 4 7. دونك لو برودوي او بي 0 او بي 1 ايكال 7. هذه هي يا جماعه، هذا هو السؤال الثاني. جوز دوكا للسؤال الثالث. السؤال الثالث واش يقول؟ قالك ديدوير لونكل تيتا انتر لي فيكتور او بي 0 اي او بي 1. حنا واش نعرفو جماعة؟ نعرفو القانون تاع ا فوا بي، عندو يا اما نحسبوه بالطريقة هذه تسمى ا اكس فوا بي في ا فوا بي اكس بلس ا ايغريك فوا بي ايغريك بلس ا زد فوا بي زد، او نحسبوه هكذا من طريق ا طويلة ا فوا طويلة بي فوا كوس
الزاوية اللي بيناتهم دونك تيتا، أو نحسبو بهذه. دونك حنا حسبناه من قبل بهذه، وعندنا أيضا طاولة تاع أو بي أن أو بي زيرو. دونك قبل استنتاجا نلقاو كوس تيتا اللي هي ما نلقاو منها تيتا. دونك هنا عندنا أو بي أن سلميا أو بي دو أو بي زيرو، وش راح تمدلنا؟ طاولة تاع أو بي زيرو فوا طاولة تاع أو بي أن فوا كوس تيتا. روح دوكا كوس تيتا، كوس تيتا وش راح يساوينا؟ هادي هي أو بي أن أو بي زيرو سيغ طاولة تاع أو بي زيرو فوا أو بي أن. هذه هي جماعة. دونك هذه راح نعوضو برك، عندنا سات ومن تحت عندنا جذر 17 فوا جذر 3. النتيجة اللي تخرج لنا نديرو لها لاباس، دونك تيتا، دونك تيتا راح يكون إيكال كوس موان زان دو 7 سور لا راسين دو 17 فوا لا راسين دو 3. دونك راح تمد لنا في الأخير 11.42 دوغري. هذه فيما يخص لونغل تيتا. دوكا نروح نشوفو السؤال الرابع. قال كالكولي لاغ كالكولي لاغ دو تريونغل او بي 0 و او بي 1 او بي 0 و بي 1. دونك 4 لاغ جماعة، واش كنا نقولو من قبل على لو برودوي فيكتوريال؟ قلنا هيك اذا كان عندنا برودوي، هنا عندنا باغ اكزومبل هذا، هذا هو او بي زيرو، هادي او بي ان. بان نحسبو المساحة هادي تاع هادي تاع متوازي اضلاع هذا، واش نديرو؟ قلنا نحسبو او بي زيرو فيكتوريال او بي ان كما يا جماعة. والنتيجة قلنا يخرج لنا هذا شعاع، دونك النتيجة نديرو لها طويلة. مي هو السؤال تاعو واش قال؟ قال تريونغل سما يحوس على هذا، هذا المثلث. دونك النتيجة تاعنا اللي تخرج لنا نقسمو على هذه هي لاغ تاعنا. دونك وعدنا نحبو نحسبو كما كنا نديرو من قبل اي جي كا، نحسبو البرودوي فيكتوريال، من بعد يخرج لنا النتيجة نديرو لها طاولة ونقسموها على اثنين. او كاينه عبارة اسهل اللي هي او بي زيرو فوا او بي ان سيغ دو، واش تمدنا؟ تعطيك طاولة تاع او بي زيرو فوا طاولة تاع او بي ان فوا سين الزاوية. من قبل في الجداء السلمي فوا كوس الزاوية، أما في الجداء الشعاعي نديرو سينوس تيتا. هنا تيتا عندنا على هذيك، نستعملها هذه الطريقة تكون أسهل، وهذه عندنا وهذه عندنا. دونك نروح نعوضو برك تاع أو بي زيرو اللي هي جذر 17 فوا جذر 3 سين 11.42 دوغري سيغ دو. اعتمدنا النتيجة تاع نورمالمون 0.m². هادي بالنسبة لاخ. هذا واش كاين بالنسبة للسؤال الأول الثاني الثالث الرابع؟ هادي بارتي أ. دوكا كملنا هادي، نروحو لبارتي بي. بارتي بي سؤال أول قالك سوا ان شون
de force FP définie en tout point PX, Y, Z de l'espace par F et barata. Donc, avec alpha ou bêta et lambda sont des constants. Et X, Y, Z sont les coordonnées cartésiennes du point PX, Y, Z. Tu m'as dit que sont les coordonnées cartésiennes du point PX. X, Y, Z dans le plan ta coordonnées cartésiennes. Donc X, Y, Z راهم اطوال. التحليل البديهي تاع الاطوال كما كنا نقولوا من قبل لا ديمونسيون تاع الطول راح تكون بالال. هذه معناها راه واش اللي يعطيك تنبيه بانه اكس و واي زد راه ديمونسيون تاعهم راح تكون ال. هكذا يا جماعه قال لك ديتيرميني لي ديمونسيون بوي لي زينيتي دي غوندور الفا بيتا اي لامدا اكسبريم. Alors, voilà, exprimé dans le système international des unités de base, ma SI. Qui m'a connu dans la vidéo l'awel kamel. Adna, ibarata F, rahatkoun, mishekl. Fnin, alpha, y, i, plus, beta, x, z, g, plus, theta, lambda, x, y, z, هذه يا جماعة كما كنا درنا في الفيديو الأول قلنا لا ديمونسيون تاع A إذا كان A يساوي B A إيكالا B بلس C بلس D A إيكالا B بلس C بلس D دونك لا ديمونسيون دو A إيكالا ديمونسيون دو B إيكالا ديمونسيون دو C إيكالا ديمونسيون دو D هنا ثم هذه ديمونسيون تاع هذه حتى تساوي ديمونسيون تاع هذه وهذه وهذه حيت تساواو كامل. حنا نعرفوا عنه F F اللي هي بنيوتن لا ديمونسيون تاعها ياك هي ام ال تي موان 2 تسمى لا ديمونسيون تاع ديمونسيون دو F ايكال ام ال دونك كيف ام ال تي موان 2 دونك حنديرو لا ديمونسيون تاع هادي ايغال ديمونسيون نبداو بالاولى تسمى ام ال تي موان 2 ايغال لا ديمونسيون تاع هادي ونا ديمونسيون دو 2 هادي راه كونستون قلنا لا ديمونسيون تاع كونستون حيكون واحد لا ديمونسيون تسمى لا ديمونسيون دو الفا راكم معايا جماعه فوا لا ديمونسيون دو ايغاك واش قلنا لا ديمونسيون دو ايغاك قلنا ايغاك راهو طول تسمى لا ديمونسيون تاع واحد تكون L ومنه قبالة هذه نقسموها منا تسمى ديمونسيون دو الفا ايكال ام تي موان دو هذه ديمونسيون دو الفا نروحو دوكا ديمونسيون دو بيتا دوكا نلقاو لا ديمونسيون تاع هذا عندنا كيف كيف ام ال تي موان دو ايكال دونك لا ديمونسيون تاع بيتا فوا لا ديمونسيون قلنا اكس راهو ال وزد راهو ال دونك ال فوا ال حيولي ال او كاري هنا كتبوه اي ال فوا ال ما تلفهمكمش دونك بيتا دونك هذه راح نقسموها من هنا راح تولي لك ام ال موان ز تي موان دو هذه العبارة تاعنا يا جماعة نروحو دوكا للثالثة والأخيرة باش نلقاو لامدا هنا دونك كيف كيف ام ال تي موان دو ايكال لا ديمونسيون تاع طروا اللي هي واحد من بعد لا ديمونسيون دو لامدا فوا x y z donc fois l fois l fois l نقسمو منا دونك حتولينا لامدا ايكال m l موان 2 t موان 2 هادو هما العبارات يا جماعه هادي موان 2 هكذا يا جماعه نروحو دوكا السؤال الاخير deux, elle a calculé la divergence de F. Notez par Nabla sur les miennes F
طالك عبارة تاع نابلة هادي دونك نروحو نحسبو ديريكتومون كيما كنا درنا في لا ديفيرجونس. تسمى عندنا نابلة فوا اف هنديرو سلمين هادي تسمى حتولي لامدا اف اكس تسمى هادي الاف اكس راح تولي هنا والاف ايكغيك راح تولي هنا والاف زد راح يولي هنا. هذا قانون تاع جداء سلمي كما كنا درنا من قبل. دونك راح يولي هكذا سوف اف اكس بلوس دي اف ايكغيك سوف دي ايكغيك بلوس df z sur dz. دونك هنشتقوا العباره الاولى هذه بالنسبه ل x. دونك هنشتقوا هذه بالنسبه ل x. هنا ما عندناش كامل x مع كامل هذه كونستانت تسمى 0 بلس df y sur على بالنسبه ل y. هنا عندنا ال b و x و z ما كاينش كامل y. دونك هذه راح تكون كونستانت تسمى مشتق كونستانت هيولي صفر. نروحوا العبارة الأخيرة اللي هي هذه نشتقوها بالنسبة لزاد نعتبر أنه هذه برك اللي راهي متغيرة وهذه راح تعتبر ثابت. دونك حيولينا مشتق تاع هذيك ثلاثة لامدا إكس إيكغيك. هذه هي العبارة الأخيرة. دونك نابلا فوا إف لا ديفيرجونس دو إف إيكالا ثلاثة لامدا إكس إيكغيك. هذه هي يا جماعة هذا واش كاين في التمرين. بون جماعه هذا التمرين عليه مدوا عليه 8 بوان. التمرين ما فيه والو جماعه 8 بوان جيبها باطل. دونك نروح نشوفو دوكا التمرين الثاني. في التمرين الثاني على السينيماتيك قال لنا لي كوردوني سيلندريك ار تيتا اي زد دو موبيل ام اون دوني بار ار ايكالا 4 تي تيتا ايكالا اوميغا تي وزد ايكالا 4 تي. وحنا شفنا من قبل لي كوردوني بولير مي ما شفناش كوردوني سيلندريك. واش معنى سيلندريك؟ شتو هنا كما كنا في كوردوني بولير قلنا عنده اكس و ايغريك نمثلوها ب ار اي تيتا. هنا دوكا زدنا زد كي نزيدو زد راح نزيدو برك زد هنا في الشكل هذا حيمثل لنا اسطوانه اسطوانه. دونك راح يدور منا من تحت في الاكس في كوردوني بولير هنا من بعد نزيدو له زد. هذه هي كوردوني سيلندريك معناها حنزيدو لو زاد. اذا لقينا ار و تيتا معناها رانا في كوردوني بولار برك. اذا زدنا زاد معناها زدنا له في الكوردوني سيلندري. واش راح يتبدل لنا في العبارات؟ جيست هنا في الفيكتور بوزيسيون كما كنا نقولوا عليه ار يو ار مي في السيلندري حنزيدو له احداثيه تاعو زاد فوا كا. وهنا ايضا بالنسبه للفيكتور فيتيس نزيدو له زد بوان فوا كا. هنا في فيكتور اكسيليراسيون نزيدو له زد دو بوان فوا كا. هذا واش حيكون اختلاف ما بين كوردوني بولير كوردوني سيلندريك. دونك راح نشوفو الحل مع بعض وزيدو تتفهمو بيان. دونك السؤال الاول قالنا اكخير لي فيكتور بوزيسيون فيتيس لاكسيليراسيون في كوردوني سيلندريك. دونك سؤال ا واحد نبداو بوزيسيون هكذا جماعة بوزيسيون واش قلنا كيما كنا قلنا دوكا برك او ام ايكالا ار يو ار بلوس زد فوا كا. دونك نروح نعوضو الار بقيمتها وزد بقيمتها. الار قيمتها هي 4 تي يو ار بلوس الزاد اللي هي 4 تي فوا كا. هذه فيكتور بوزيسيون. نروحو دوكا لدو فيتيس بالنسبه لا فيتيس. لا فيتيس نطبقو واش درنا ثاني كما قبل. العباره اللي هي في دو تي في كوردوني بولار ايكالا ار بوان يو ار بلس ار تيتا بوان يو تيتا بليس قلنا هنا نزيدو زاد سما نزيدو زاد بوان فوا كا. دونك جماعة روحو قبل نحسبو اغ بوان سما نديريفيو اغ هنا ديريفيو 4 تي بالنسبة لتي سما تمدنا 4 يو اغ نزيدو اغ نقولوها كيما راهي هي 4 تي تيتا نديريفيوها نديريفيو اوميغا تي
مشتق تاع اوميغا تي اللي هي اوميغا. بالنسبه للتي هي تسمى او تيتا بلس ديريفي زد، واللي هي ديريفي ربع تي. تسمى ديريفي ربع تي نشتق ربع تي حيت مد لنا ربعه فوق هذه في تي. تسمع هذا واش كاين بالنسبه للفيكتور فيتيس؟ نروحو دوكا ندير هكذا بما متخطرناش اكسيليراسيون بالنسبه للاكسيليراسيون عاد ننقلو قانون تاع الاكسيليراسيون اللي درناه في الكودوني بولير اللي هو ا تي ا تي باش يساوينا ار دو بوان موان ار تيتا بوان او كاري هادي كاع في الاو ار بلوس نروحو دوكا تيتا اللي هي 2 ار بوان تيتا بوان بلوس ار تيتا دو بوان او تيتا بلوس زد دو بوان فوك. بون جماعة هاد العبارات سي وكيف تحفظهم باسكو ما مشكلش راح يمدهم لكم في ليزيكزام هكذا جماعة راح نستعملهم بزاف اشاك فوا نستعملو هاد العبارات. هادي ا اغ هادي ا تيتا هادي ا زد. دونك نروح نحسبو ا اغ ا ار واش غادي من قلنا ندير ريفيو ار دو فوا ندير ريفيو الار الخطره الاولى ربعه نزيد ندير ريفيو الرابعه ندير ريفيو تاع كونستون اللي هو صفر تسمى صفر ناقص عاد نقولو ار اللي هي ربعه تي ندير ريفيو تيتا اوميغا تي تسمى تمدنا اوميغا او كاري دونك تمدينا هكذا اوميغا تمدنا ناقص ربعه اوميغا او كاري تي هادي ا ار. نروح نشوفو دوكا ا تيتا 2 في ديريفي تاع ار تسمى 2 فوا 4 فوا ديريفي تاع تيتا ديريفي تيتا حيت مدنا اوميغا موا دوكا ندي دوكا نخليو الار 4 تي فوا تيتا ديريفيها دو فوا تسمى ديريفي خطا ولا اوميغا ونزيد ديريفي اوميغا اللي هي كونستون سمحت مدنا صفر النتيجة حيت مدنا 8 اوميغا اتيتا. بالنسبة لازيد ازيد ديريفيو الخطأ الأولى تمدنا ربعة زين ديريفيو ربعة كونستان سما تمدنا صفر دونك هذا واش كاين واش عندنا دونك أ أ راح نكتبوه من شكل أ تي راح يكون من شكل ناقص ربعة أوميغا أو كاري تي يو أغ بلوس تيتا ثمانية أوميغا U تيتا بلس صفر هذه هي A تيتا. هذا كامل بالنسبة للسؤال الأول. دونك نروحو نشوفو السؤال الثاني. يقولك ديتيرميني لي كومبوزون كارتيزيان دو بوان M. جماعة إيكا حنا كنا كارتيزيان كومبوزون ها كارتيزيان اسمع واش كنا نعرفو انه مقبل ديك هذه هي ار وهذه هي تيتا هنا عندنا اكس وهنا عندنا واي هكذا كنت فاهمي جماعة قولوا لي هنا كوس تيتا واش حيساوينا كوس تيتا واش يساوي في هذه العبارة كوس تيتا راح يساوي المجاور على الوتر دونك حيساوي اكس سور ار و سين تيتا واش سين تيتا مقابل على الوتر دونك حيمدنا ايكغ سور ار من هادو من الاولى والثانيه واش راح نخرجو اكس واش حيساوي ار اللي هي دونك هنا عندنا ار استعملنا الار صغيره دونك هنا ار من كنشوفو فين ار كوس تيتا والايكغ ايكالا ار سين تيتا والزد خليوها زد
خلاص هادو هما واش خلينا نلعب سؤال ثاني. ديتيرميني لي كومبوزون كارتيزيان دو بوان ام. دونك نروحو نعوضو اكس ايكال على ار بقيمتها اللي هي 4 تي و اوميغا كوس اوميغا تي و الاي ايكال ثاني ار اللي هي 4 تي سين اوميغا تي. بالنسبة للزد نعوضو بقيمتها اللي هي 4 تي. تما هادي عباكم شحال عليها نوطيو عليها 1 بوان ايدمي 1 بوان ايدمي على هذا السؤال فقط. هذا واش فيه السؤال الثاني. قالك اون بوزي اون بوز ار ايغال ار كبيره اللي هي كونستون قالك ديتيرميني لي فيكتور اي لي موديل دو لا فيتيس اي لاكسيليراسيون ان كوردوني كارتيزيان. راح سيبوزا هنا ار كونستون. علاش؟ باسكو هنا كان نخليوها فاري تفاريا لازم نشتقوها اشاك فوا هي ايضا، مي هو قالنا دوكا ديروها كونستون بتسهل لنا الخدمه من بعد. في الكوردوني في الكوردوني كارتيزيان دوكا نبداو يسمى واش حيت مدنا العباره الاخيره حيوليو لنا اكس ايكال ار هي جديده كونستون ماشي هي الار القديمه، خش الار القديمه هنا هي 4 تي ار كوس تيتا والايكغيك ايكال ار سين تيتا نضم هنا اوميغا تي هنا اوميغا تي وزد ايكال 4 تي. دونك في اكس في ايكغيك وفي زد اي جماعة خلينا نشتقوا هذه نخرجوا في اكس سمح لنا نشتقوها تعطينا ناقص 4 اوميغا سين اوميغا تي. نروحوا للثانيه نشتقوها تعطينا لك سين تهبط للكوس سمحت لي لك ار اوميغا كوس اوميغا تي. نروحوا للفي زد نشتقوها تعطينا 4. نروحوا دوكا ا اكس ا ايغريك يا زد نشتقو الاكس بنخرجو في الايغريك وناخذ بنخرجو في لا فيتيس ونشتقو لا فيتيس بنخرجو في الاكسيليراسيون سمح لنا نشتقو هذه دوكا ايضا هتمد لنا ناقص 4 اوميغا او كاري كوس اوميغا تي. نروحو ل اي غريك نزيدو نشتقوها ايضا هتمد لنا ناقص ار اوميغا او كاري سين اوميغا تي نشتقو هذه هتمد لنا صفر. سمع عندنا لي دو زاكس اللي هما اكس و ايغريك في لاكسيليراسيون ما عندناش ال ا زد. راكم متفاهمين يا جماعه؟ دوكا رانا كملنا لي فيكتور تاع الفيتيس و لاكسيليراسيون دوكا نكمل نحوسو على لي موديل تاعهم. دونك لو موديل تاع في نديرو تحت الجذر دونك هادي نربوها ونزيدو نربو هادي نعتمد لنا هادي حنربحها ديريكتومون تسمى ار اوميغا او كاري او كاري سين او كاري اوميغا تي بلس ار اوميغا او كاري كوس او كاري اوميغا تي زدها بلس 4 ربعوها تولي 16. تما تبع معايا هادي راح تروح هادي نخرجو ار اوكاري اوميغا اوكاري نخرجوها عامل مشترك واش يبقى لنا سين مربع زائد كوس مربع سين مربع زائد كوس مربع اللي هو واحد دونك راح تمد لنا لا راسين دو ار اوكاري اوميغا اوكاري بلس 16 اللي هي لو موديل دو في. هذه هي في. اما بالنسبه لو موديل دو ا هنربعو هذه كامل تحت الجذر سمحت عندنا ار او كاري اوميغا اس 4 كوس اوميغا تي او كاري ايضا بلس ار او كاري اوميغا 4 سين اوميغا تي او كاري. دونك هذه معناها هادي تولي لنا واحد، راح تبقى لنا
هذه نخليها عامل مشترك تبقى لك، بعد كي نجذروها تبقى لك ار اوميجا مربع. هذه بالنسبه للا. دونك ال في ايغالا لا راسين دو ار او كاري اوميجا او كاري بلس 16. اما بالنسبه للا ايغالا ار اوميجا او كاري. بالنسبه للسؤال سي قال لك اون ترافايون دون لو بلون اكس او واي. يسمى عندنا z égale à 0. Donc déterminer l'accélération tangentielle et normale ainsi que le rayon de courbure. يسمى عندنا نحسبوا a t a n والريون تاع الكوربيو تاعنا. عاودوا نرجعوا واش كنا من قبل في الكوردون كيرفيني. قلنا ال a t اللي حيكون هذا هو ديريفي تاع ال v بالنسبه ديريفي تاع الموديول تاع ال v. وال a n راح يكون هذا V au carré sur le rayon. C'est-à-dire R n'a le rayon. Donc, on va faire ça. La première chose. A T égale à la dérivée de V les régions V à là-bas sur DT. On va voir. Je connais qu'on a. V régions V à là. La dérivée de la racine dérivée de racine de R oméga plus 16, normalement, non, R au carré plus 16 sur DT. Tu mets à Hadi, n'a qu'un T, un homme qui est chemin T, donc Hadi est constant, dérivée de constant. إيجال على زيرو. جماعة نعرفوا أيضا أنه A إيجال A T أو كاري بلوس A N أو كاري. ال A T هنا وش هتروح هنا بالصفر. دونك ال A N A N حيولين يساوي ال A. وال A حسبناها غير كيما. A هي R أوميجا أو كاري. دونك نروح نكتبوا هذا ياكتبوا هنا. A égale à R oméga au carré. C'est ce qui est. Et maintenant, le rayon du courbure, on a dit qu'on a A n égale à V au carré, lié à D au carré, sur le rayon. Donc, on a dit le rayon égale à V au carré sur A n. Le rayon égale à V au carré, il y a R au carré, oméga au carré, plus 16 sur AN, il y a R, oméga au carré. Et il y a égal à le rayon tan. Et il y a égal à le rayon tan cinématique. Donc, on va faire le rayon tan dynamique. Pour le rayon tan dynamique, on a 3 corps M1, M2 et M3. هادو دو ماس ريسبكتيف ام 1 ايغال 1 كيلو ام 2 ايغال 2 كيلو ام 3 ايغال 4 كيلو سون ريليي بار انترميديير دو دو فيل انيكستنسيبل باسون بار لي جورج دو دو بولي دو ماس نيجليجابل. جماعة فيل انيكستنسيبل كنا قلنا عليها شحال من خطره ا معناها لاكسيليراسيون دو ا 1 يا 2 ا 3 راهم كيف كيف سما A1 إيجال A2 إيجال A3 بولي دو ماس نيجليجابل معناها تي هذا راه يساوي تي اللي هنا راه يساوي تي هنا راه يساوي تي هنا أيضا تي هذا اللي هنا يساوي تي هذا يساوي تي هذا ويساوي تي هذا دونك هادو أكدوا عليهم إنكستنسيبل وماس نيجليجابل. هكذا يا جماعة السؤال الأول en absence de frottement entre M2 et le plan horizontal, déterminer le sens de déplacement du M2 et calculer son accélération. Imaginez, on a un surface M. Donc, mais quel frottement? Imaginez une mizaine. On a une thqila et une khfifa. دونك الكفه اللي من تميل تبين الجهه اللي تكون ثقيله دونك اوفيسيلمون راح يروح
في لو سونس هكذا، لا ديريكسيون راح تكون هكذا، دا ا دروات هنا راح تكون ا غوش. دونك لو سونس تاع ديبلاسمون تاعنا ام 2 راح يكون هكذا فيغ ا غوش. علاش؟ باسكو ام 3 راهي ثقيله على ام 1. دونك هنا السؤال الاول ا لو سونس راح يكون فيغ à gauche. Donc, sous elle, calculer son accélération. Les accélérations, on va dire, nous allons mettre la valeur. Donc, on a M2. On a un bacar. On a un M1. ومن بعد منا عندنا بكارة ونهبطو الام 3. راح نمثل القيمة تاعنا هنا، هذه ام 1 عندو بي 1، هنا عندو تي 1، هذه هنا كاين تي 1، هنا كاين ايضا تي 1، هنا كاين تي 1، هذو كاع اشياء. هنا كاين بي 3، هنا كاين تي 3، دونك هنا كاين تي 3، هنا كاين ايضا تي 3، هنا كاين تي 3. بالنسبه لاماس ام 2 عندنا لا رد الفعل تاعها اللي هي ار 2، هنا عندنا لو بوا تاعها اللي هو بي 2. خلاص جماعة، دونك نروحو نطبقو القانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن واش يقول؟ لا سوم دي فورس ايكالا ام ا. دونك بالنسبة عندنا لا ماس 1، لا ماس 2، لا ماس 3. بالنسبة هذه لا ماس 1 عندنا بي 1 بلس تي 1، نعم هذا واش كاين ايغالا ام 1 ا. لا ماس 2 عندك بي 2 بلس ار 2 بلس تي 1 بلس تي 3 ايغالا ام 2 فوا ا. ركزوا جماعه، دوكا نروحوا لام 3. الام 3 عندك P3 plus T3 égale à M3 fois A. Donc, la chose la première, nous avons fait la valeur de la valeur. Nous avons fait la valeur de la valeur de Newton. Donc, après, nous allons faire. Nous allons faire les axes OX et les axes OY. Nous allons faire. Nous la masse M1. Nous allons faire. هذا عنده لاكس او ايغريك باك اللي يتمشى عليه هكذا يا جماعه. دونك ما كاينش لاكس او اكس، سما نكتبو او ايغريك. راهو طالع للفوق، سما تي ان راهو بوزيتيف. ما كاينش شي واحد هكا. تي ان راهو بوزيتيف و بي ان راه نيجاتيف ايغالا ام ان فوا ا. نروحو دوكا لاماس 2. في لاماس 2 عنده او اكس و عنده او ايغريك. Donc, O, Y. Hadi rouh bsif, hadi rouh bsif. Donc, hayb lina. R2 moins P2 égale à 0. Donc, hana. R2 égale à P2. Mesba l'axe O, X. Hayt mishé hakda. Donc, T3 moins T1. نعم هذا واش كاين، باسكو ان ار غير يروح بالصفر و بي يروح بالصفر. دونك غنكتبو ام 2 فوا. نروحو دوكا لاماس التاليه اللي هي ام 3. بالنسبه لاماس ام 3 عندو ثاني غير لاكس او ايغريك، باسكو ما عندوش الاكس.
هابط لتحت. دونك البي راح يكون بوزيتيف والتي راح يكون نيجاتيف. دونك بي 3 موان تي 3 ايجال ام 3 ا. هادو هما جماعة، هادو هما لي زيكواسيون لي حنستحقوه، هادي هادي وأيضا هادي. مثلو هادي واحد وهادي اثنان هادي ثلاثة. دونك هنجمعو ان بليس دو بليس تخوا. مدلنا تي ان موان بي ان بليس تي تخوا موان تي ان، نجمع بركة بليس بي تخوا موان تي تخوا ايغال. هنجمعهم هادو كامل، سمعوا لنا ام ان بليس ام دو بليس ام تخوا فوا ا. تي ان هنا تي ان يروح لك مع تي ان و تي تخوا مع تي تخوا. دونك يبقى لك بي تخوا موان بي ان ايغال هادي. دونك نعوضو دوكا بي 3 اللي هي ام 3 جي موان ام 1 جي ايغال ام 1 بلوس ام 2 بلوس ام 3 فوا ا. خاصو نخرجو ديريكتومون ا ايغال هادي ام 3 موان ام 1 كل فوا جي سور ام 1 بلس ام 2 بلس ام 3. هذا هما واش عندنا جماعة. دونك نروحو نعوضو بقيم تاعهم. الام 3 قال لك 4 موان ام 1 هي 1 فوا 10 سور ام 1 ام 2 ام 3 تسمى 4 بلس 2 بلس 1 ا راح تعطينا نتيجة تاع 4.3 متر بار سكون كاري. هذه النتيجة تاع أ لما ما كاش كاين في خطمه. دوكا مازالنا لا كيسيون بي، قال لك كالكولي لا طونسيون دو شاك فيل. سما يحوس على لا طونسيون تي ان و لا طونسيون تي تخوا. دونك سؤال الثاني قال لك بي تي ان اي تي تخوا. هنا جماعة قبل كيما لقيناها لقينا لاكسيليغاسيون. دونك تي ان ايكال ام ان أ موان بي موان بلوس بي أن. دونك تي أن إيكالا هادي راح نجيبوها منا. دونك حطينا أم أن أ بلوس بي أن اللي هي أم أن فوا جي. دونك نروح نعوضو ل أن فوا 4.3 بلوس الأم أن تاني كيولي أن فوا 10. دونك تي ان ايغال 14.3 نيوتن. دوكا نروحو لتي 3. تي 3 ايضا هنا هنا من هذه العبارة تي 3 ايغال بي بي 3 موان ام 3. هنا تي 3 ايغال بي 3 موان ام 3 ا موان ام 3 ا. دونك راح تساوينا ام 3 فوا جي موان ام 3 فوا ا. نروحو دوكا نعوضو تي 3 ايغال ام 3 اللي هي 4 فوا جي اللي هي 10 موان 4 فوا 4.3. دونك تي ايغال عندنا 40 موان 16 17.2 واحد منا 22.8 نيوتن. هذا واش كاين في لا بارتي 1. دونك نروح نشوفو لا بارتي 2. في لا بارتي 2 قالك لو كونتاكت انتر ام 2 اي لو بلون اي كاركتيريزي بار ان كوفيسيون دو فروتمون سينيتيك ام سي ايغال 0.35. دونك سؤال أول قال لك كالكولي لاكسيليراسيون دو سيستيم. سؤال ثاني قال لك كالكولي لا تونسيون دو شاك فيل.
جماعة شفتوا واش درنا مع الأول؟ نعودوا نفس الشيء لكن هنا نزيدوا اف سي تسمى قوة الاحتكاك. دونك نروح نعاودو نطبقو واش درنا الفوق تسمى ام دو. نعم ام دو نو ام ان نو ام 3 اللي يبغالنا ام بولي نو كيف كيف. دونك نروحو نمثل القوى اللي عندنا. هنا عندك بي ان هنا تي ان هنا تي ان هنا تي ان هادي تي ان هنا بي ان هنا تي 3 هنا تي 3 هنا تي 3 هنا ايضا تي 3 هنا عندك بي 3. هنا عندنا رد الفعل اللي هو ار نبي ان نبي 2 ار 2. عندنا ايضا حيت يكون هكذا يكون كاين ايضا احتكاك هنا حيكون اف سي. جماعه كما درنا في لابارتي ا حنعاودوها في لابارتي بي. واش راح ندير؟ لاسوم دي فورس ايغال ا ام ا. دونك لاسوم دي فورس ايغال ا ام ا. نروح بالنسبه لاماس ام ان واش عندنا؟ بي ان بلس تي ان ايغال ا ام ان ا. نروح لاماس ام دو في لاماس ام دو عندنا بي دو plus FC plus R2 plus T1 plus T3 égale à M2 fois A. La masse M3 avec P3 plus T3 égale à M3 fois A. هذا المجمع خلاص كملنا هذه. دوكا نروحو نفسو واش درنا كيف كيما واش درنا اللعبة. دونك نروحو نسقطو على ليلاكس ليزاكس او اي سي لاكس او اي كريك. هنا عندنا غير او اي كريك يسمى ام ان على لاكس او اكس الام ان على لاكس او اي كريك. واش حيطينا؟ موا حيطينا تي ان موا بي ان ايكالا ام ان ا. بالنسبة لام دو عندو او ايكالاك وعندو او اكس. دونك الام دو هادي في لاكس او ايكالاك ام دو في لاكس او ايكالاك. عندنا ال R2 موان P2 إيكالا 0. دونك R2 إيكالا P R2 إيكالا P2 لاكس أو إكس. لاكس أو إكس حيروح هكدا دونك FC حيكون بالموان. دونك T3 موان T1 موان FC. دونك هذا واش عندنا T1 T3 FC هذا يروح بالصفر هذا بالصفر إيكالا M2 فوا A. نروحو دوكا لاماس التالية اللي هي M3 عندها غير لاكس أو إيكغيك. لاكس أو إيكغيك عندنا P3 موان T3 إيكالا M3 فوا A. هادو هما العبارات اللي عندنا. نروحو هادي أن هذه 2 هذه 3 نجمع 1 و 2 و 3 تعطينا T1 moins P1 plus T3 moins T1 moins FC
plus P3 moins T3 égale, comme du moment, c'est moi soulève M1 plus M2 plus M3 fois A. Tu m'as T1, T3, T3. Donc, P3 moins P1 moins FC égale à M1 plus M2 plus M3 fois. Mais tu m'as, où je n'arrive pas à n'y avoir, mu égale à FC sur R. Donc, M, c'est ma FC égale à mu. On a μc. μc fois R. On a même aussi que nous R, le rhénan, égale à P2. Donc, μc fois P2. FC égale à μc M2 J. Alors, rhénan, le M3, rhénan, M3. G moins M1G, FC, il y a mu C M2G égale à M1 plus M2 plus M3 fois A. Donc A, Hussein, elle est barakam, elle y a. M3 moins M1 moins MUC M2 fois G sur M1 plus M2 plus M3. Bataouid, nalqaw A égale à 3,3 mètres par seconde carré. Aoudoubak du ma. Sous L, T égale à calculer la tension de chaque fil. C'est ma T1 et T2. T1 et 3. T3. On a T1 égale M1 A plus P1. Nardo, le M1 G, le M1 ou G1, T1 égale à 3 newtons. N'est-ce pas T3, on va le faire maintenant. T3 égale à M3. Plus P3, nous avons 26,8 newtons. C'est 7 points. Donc, moi, je suis bien. Mais, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Le travail et l'énergie. نروح دوكا ليكزارسيس التالي اللي هو على الترافاي انرجي. دونك قالك اون ابوندون سون فيتاس انيسيال، معناها قالك سون فيتاس انيسيال معناها او سي زيرو ايكالا زيرو، ان كور دو ماس ام اسيميلي ان بوان ماتيريال. قالك ابارتيغ دان بون دو هوتور دو اش زيرو ايكالا 8 متر، تسمى قالك نرميوه من البون من الجسر العلو تاعو يكون 8 متر. La figure 1 représente les graphes des énergies, énergies potentielles, cinétiques et totales. C'est ma qui est une définition énergie potentielle, une définition cinétique, une définition totale, les binatons. Donc, en fonction de H, c'est ma benesbelle le tana. On néglige le frottement de l'air sur le corps. Donc, qui néglige le frottement, non? Qui a un dhamana. معناها هنا راه كاينه الطاقه محفوظه تسمى انرجي كونسيرفاتيف. واش معنى انرجي كونسيرفاتيف؟ في الانرجي كونسيرفاتيف معناها في الجراف تاع الانرجي تاعنا لما مثلا انه هذه الجراف تاع لافيتيس هكذا يا جماعه الجراف تاع البوتونسييل انرجي بوتونسييل راح يكون مشكل هكذا. وش معنى هذه العبارة؟ معناها أنه في أي لحظة كونسيرفاتيف أتي
معناها في أي لحظة نتجمعوا أي نقطة هذه مع هذه هذه مع هذه هذه مع هذه راح تمد لنا كونستون اللي هي E max واللي هي E total. كونسيرفاتيف إذا ما كاش كاينة فروتمون معناها مجموع تاعهم راح يمد لنا ان كونستون. دونك في السؤال الأول قال لك أكل غراف أ بي سي كوريسبون شاكين شاكين دي زينرجي قال لك جوستيفي فوتر ريبونس. سما قال لك كما قلنا انرجي راح تكون محفوظة سما المجموع تاعهم راح يكون ثابت. دونك نستنتج ان الجراف بي هو انرجي توتال. دونك السؤال الاول على لو جراف نقولوا واحد بي انرجي توتال. علاش؟ لانه ما كاش هنا فروتمون سما نقولوا له انرجي انرجي كونسيرفاتيف. هاك يا جماعه سما في اي لحظه حيكون ثابت. دوكا نروحوا الجماعه بالنسبه للجراف هذا واش في ميزكم واش راح يكون. هنا كنا نقولوا الاو بي بي اللي هي كامنه ثقيليه واش كنا قلناها تتعلق بالاش. دونك لما يكون كاين الاش كاين الاو بي بي ولما الاش ما كانش دونك الاو بي بي راح يكون ما كانش. هنا راهو بدلاله اش سما نهار اللي ما كاش الاش ما كاش او بي بي هاي الانرجي راهي زيرو. دونك هذا راح يكون تاع الانرجي تاع انرجي بوتونسييل. دونك سي انرجي بوتونسييل عليه باسكو عند الاش لي زيرو EPP égale à 0. هذه هي الإثبات تاعنا. علاش نروحو دوكا الجراف تاعنا A راهو إنرجي سينيتيك. علاش قلنا نهار اللي يكون خي كنا دايما كي نجمعو هذه مع هذه سما راح يكون ماكسيموم. هنا لما تكون هنا صفر الأو سي راح يكون ماكسيموم. دونك قبل نقولوا هذه هي تاع انرجي سينيتيك. علاش لما عند اللحظه اش ايغال ا زيرو الانرجي سينيتيك راح تكون عظميه ومنه الجراف تاع ا راح يمثل انرجي سينيتيك. دونك ان سي بور انرجي ان مومسي هكذا سينيتيك. علاش لانه عند h إيجال à 0 e c إيجال à e total إيجال à e c max. هذا هو الإثبات تاعها. دونك عندك سؤال هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قالك ديدوير لا فالور دو لا ماس M du corps. كيفاش نلقاو لا ماس تاع M du corps تاعنا؟ نلقاوها دوكا يا إما مقراف هذا يا إما مقراف هذا أو إما مقراف هذا. حنا واش نشوفو؟ حنا نعرفو أن الأو بي بي راح تكون عظامية لما يكون الأش عظامي. دونك هنا أو بي بي ماكس إيكالا M جي ماكس. هنا واش راهو يحوسنا على الام. هنا عندنا الاو بي بي ماكس شحال وعندنا الاش ماكس شحال. هذه هي الاش ماكس هذه هي اش ماكس وهذه الاو بي بي ماكس. دونك نقولوا ام ايغال ا او بي بي ماكس سور سور جي فوا اش ماكس. دونك او بي بي ماكس اللي هي
80 sur 10 8 égale à 1 kg. هذه بالنسبة للـ mass m. نروح دوكا قال لك sa vitesse vx lorsqu'il arrive au sol. سما قال لك عطيني la vitesse تاعو لما يلحق للأرض. سكين هنا لما يلحق للأرض الاش راح تكون صفر، الارتفاع يكون صفر، وبما انه لما يكون الاش يكون صفر الاس راح تكون عظمية، ومنه عند الاش يكون صفر الاس راح تكون عظمية، ومنه نقولوا عند الاس ماكس هي كيسيون بي اس ماكس يالا ان دومي ام في اللي هي في اكس او كاري. دونك قبالة نقولو في اكس ايغالا لا راسين دو دو اس ماكس دو اس ماكس سور ام، ومنه نعوضو قبالة في اكس ايغالا دو فوا 80 هي 160 سور 1 راح تمدنا نتيجة نورمالمون 12.65 متر بار سكون. هذه بالنسبة ل في اكس تاعنا اللي هي العظمية. السؤال الثالث قالك ا كيل اوتور لا ماس ام بوسيد تيل une vitesse moitié de vx ma nisf vx atteint la قيمة تاع h لما الفي لا فيتيس تاعنا تولي نصف القيمة العظمية. جماعة قلنا احنا الانرجي تاعنا راهي كونسيرفاتي نسمى او بي بي زائد او سي ايغالا او تي. نروحو نكتبوها او توتال ايغالا او سي بلس او بي بي. نروحو نعوضو ان دومي ام في او كاري plus mg h h هذا متغير ماشي h max. هنا هو واش قال لك هادي او تي يحوس لما h لما ال v يكون نصف v نصف v max. واش سهله كتبوا او تي قال ان دومي ام في ال v تاعنا راح نعوضوها ب v max sur 2 اللي هي v x sur 2 او كاري plus mg h. دوكا عندنا هنا كلش كل قيم او تي عندنا الام عندنا في اكس عندنا خرجناها دركا الام عندنا وجي عندنا تبقى لنا غير h. دونك h واش راح يساوي يساوي او تي موان ان دومي ام في اكس سور دو نقسموها على ام جي. راح نعوضو جماعة عوضو غير بالقيم تاعنا او تي اللي هي 80 moins 1 demi fois 1 fois 12.65 sur 2 au carré sur 1 fois 10. H راح تخرج لنا مشكل تقريبا 6 متر. بالنسبة للسؤال التالي قال لك كالي لا فيتيس دو كور بور H إيكالا 4 متر. ثم نفس الشيء كما درنا le ET égale à 1 demi mv au carré plus mg h. Donc on a h mais d'où on a on a relevé. Donc on a une ET égale à mv au carré plus 2 mg h dv égale à la racine de 2 ET moins 2 MGH sur M. Donc, on va en avoir برك 2 fois 80 moins 2 fois 1 fois 10 fois 4 sur 1. Donc la vitesse totale égale à 8,94 mètres par seconde. Vitesse. Bon, je vais vous dire, c'est ce qu'il y a. La révision internet à Lyon.
إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وشكرا لكم. لحقنا إلى نهاية الفيديو تاع اليوم، شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.